اهلا بيكم. قبل الفاصل قلنا ان اختراق شبكة المكن ده ممكن تحصل عن طريق الوصول لاي مكنة او عن طريق زرع فيروس او برنامج خبيث بيستغل ثغرة في السوفت وير بتاع المكنة وممكن يعدل الفواتير والحسابات. لو ركزت في الفواتير اللي بتطلع لك من المكن ده هتلاقي فيها معلومات بتتغير زي اسم التاجر، اخر 3 ارقام من الكارت، والبضاعة والمبلغ وغيرها. معنى كده ان السوفت وير بيعدل البيانات دي حسب كل عملية. عشان حد يتحكم بقى في السيستم ويغير الداتا دي، يعني يقول مثلا ممكن يشتري حاجة ب$1000 ب$1 بس. طبعا مش ده اللي بيحصل في الحقيقة، لان الحرامي ذكي هيختار رقم صعب يتكشف، يعني مثلا تخفيض 20% على السلعة كفاية في وسط سلع كتير مش هيبان بسهولة للكاشير. السؤال بقى هيعدل البيانات في المكنة ازاي؟ ببساطة عن طريق الوصول لتوصيلات المكنة على الشبكة، سواء كانت كابلات او عن طريق الواي فاي. الهاكر هيقدر يركب جهاز صغير في الشبكة عشان يقدر يبعت أوامر للمكنة اللي هيتحكم فيها عن طريق ثغرة في برامج المكن ده. في الحالة دي يقدر يعدل الفواتير ويعمل معاملات وهمية كمان ويغير أسعار البضاعة في نفس الوقت. الجهاز اللي استخدموه في اختراق شبكة البوينت اوف سيل سيستم اسمه راسبيري باي، ودي حكاية بقى لوحدها. بالمناسبة برضو هتلاقيه في مسلسل مستر روبوت زي ما هتشوف حالا في المقطع ده. ما عادش فيه خيال علمي، احنا بقينا عايشين فيه اصلا. التكنولوجيا بتتطور تطور مرعب، لكن ده مش معناه ان مفيش حماية من الاختراقات دي. موضوع الدفع الالكتروني والبطاقات الذكية والكريدت كاردز وغيرها محتاجة معايير للحماية، وقبل ما نفكر نطبق اي تكنولوجيا لازم نحط لها معايير لحمايتها. في معيار عالمي في الموضوع ده للي عايز يذاكر ويدور اسمه PCI او Payment Card Industry Data Security Standard. المعيار ده فيه مجموعة من الإجراءات والمتطلبات لحماية الأنظمة الإلكترونية اللي بتتعامل في فلوس ومعاملات مالية، يعني مش محتاجين نخترع العجلة، محتاجين نذاكر، وبلاش نستسهل وندي كل حاجة لشركات ما عندهاش أي معايير ونرجع نزعل بعد كده لما المال العام يتنهب والمنظومة تخترق. بالرغم من إن مفيش حماية 100%، لكن محتاجين نقلل المخاطر عن طريق تدريب البشر والاستثمار في أمن المعلومات، وزي ما قال ريتشارد كلارك مستشار الأمن القومي الأسبق للولايات المتحدة: إذا استثمرت في القهوة أكتر من استثمارك في أمن المعلومات هتخترق، ومش بس كده، ده أنت تستحق أن تخترق. استنونا في حلقة جديدة وتيك توك على القاهرة والناس.